بيحمل شهر رمضان المبارك معه بكل أنحاء سوريا أجواء دينية وروحانية واجتماعية مميزة، إضافة لمجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية والأسرية يلي بتخليه شهر مميز ومختلف. هالطقوس وهالعادات والصور المتعددة للإلفة الاجتماعية بين الناس بشهر الصوم بتشكل لوحة غنية للحياة. وبجولة على أسواق الدرعة منلاقي هالشعب السوري العظيم لسه قادر يعطي ويبادر ويكون محب. وانت مارق بهالسوق بتلاقي جملة بتقول: أخي الكريم، إن لم يكن لديك القدرة على دفع المال تفضل وخذ ببلاش، رزقي ورزقك على الله. احنا عملنا مبادرة يعني صغيرة، مبادرة لوجه الله تعالى للناس اللي ما معها حق المشروبات، وهي المشروبات هي المواد الأساسية اللي قبل الإفطار العالم تيجي تشتريها من عنا، وهي المواد الأساسية برمضان. والله مبادرة حلوة وجميلة كثير صراحة. الزلمة عنده لله، والناس اللي عندها لله اليوم هي ناس يعني صفت قليلة كثير بالمجتمع، فأني بحييه على المبادرة الحلوة هاي واستمر. طبعا العادات الرمضانية بمنطقة حوران يعني عادات قديمة، فمن هاي العادات البدء بطبخة يعني بلون أبيض مثل الشاكرية، مثل الملاحي، أذان الشايب أو شيش برك، يعني نكون أول يوم بياض، يعني استقبال هالشهر الفضيل بأكلة تكون لونها أبيض. يعني الطقوس الرمضانية ما زالت حاضرة بأسواق درعا، ومثل ما شفنا هالمأكولات والمشروبات الخاصة بالشهر الكريم معروضة بطريقة جميلة وجذابة، والعادات والتقاليد يلي اختلفت بين الماضي والحاضر. والأهم من هاد كله، ورغم كل الارتفاع بالأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة على الشعب السوري بالمجمل، ولكن روح المحبة والعطاء والخير لسه موجودة بكل سوري على هالأرض الطيبة.